بسم الله الرحمن الرحيم والقدوس الاله الواحد بعد رحله صوم طويله جينا الى جمعه الالام ونتامل يسوع المسيح المصلوب والمتالم المات. في بدايه الخليقه سفر التكوين يقول لنا ان الله شاف كل شيء حسن وجميل، ولكن هذا الشيء الحسن، هذا الوجود الجميل، هذا الشيء اللي الله خلقه اللي هو العالم دخلت إلى الخطيئة، والخطيئة غيرت صورة العالم، شوهت صورة العالم من خلال خطيئة آدم وحواء. وخطيئة آدم وحواء كانت من خلال أكل ثمرة، وهي الثمرة من وين جتي؟ من شجرة. الصليب هو عبارة عن شجرة يابسة ميتة صلب عليه المسيح. نلاحظ في التكوين، في بداية الكون، الخطيئة تدخل من وين؟ عن طريق شجرة. خلاص هيكون عن طريق وين؟ عن طريق الصليب اللي هو في الشجرة يابسة أو ميتة، بمعنى أنه على هذه الشجرة أو من الصليب تولد حياة جديدة، أكو خلق جديد، أكو ولادة جديدة. ولكن هنشوف في ذلك الصليب كنا دائما نقول نجد لك أيها المسيح لأنك بصليبك المقدس. زين، هل احنا بمعنى لازم نحمل الصليب او فقط بالصليب لازم نخلص او فقط لازم نتألم حتى نصل الى الخلاص؟ هذا يعني ان المسيح اتى ليتألم، ان المسيح اتى ليصلب. ولكن خلونا نتأمل انه من بداية حياة يسوع المسيح، من بداية رسالته او من هو جنين في بطن امه، هو حامل صليب الرسالة، هو حامل صليب الحياة. شوفوا هو جنين بطن أمة تركبين من بلد لبلد، مو يريدون يقتلوه، بعدين يكبر ويضيع بالهيكل، بعدين يبدي رسالته، حيكون أكو فد محاربة له، فد اضطهاد له، يريدون يردون عليه فد زلة لو فد لزمة حتى يقودوه إلى الصليب. ولكن حنشوف بالنهاية يعلق على الصليب، وهذا الصليب يريد يقول لنا فد واحد، هل بمعنى المسيح كان يعشق الألم؟ الله ما كان عنده غير وسيلة أو فد أذر وي حتى المسيح يخلصنا؟ الصليب في ذلك الوقت هو كان العقوبة لكل إنسان يرتكب فد جرم أو فد خطيئة كبيرة. فلذلك يسوع المسيح الطريقة اللي شفثوه بها أو خلصوا حياته ما كان أكو غير الصليب. فحنشوف يسوع المسيح هو حمل الصليب من هو في هذه الحياة، عفوا إن كان طفل وعاش الحياة وحمل. إشقد شوهوا اسمه، إشقد قالوا عنه رئيس الشياطين، إشقد كانوا يضربوه بالحجارة، مو كان ينهزل من منطقة لمنطقة. بمعنى أنه الإنجيل فهمنا أنه يسوع المسيح عاش هذا الصليب ما على قطعة من الخشب، وإنما كانت حياته هي كلها عبارة عن صليب وعن آلام. هي تأملات اليوم، الموعظة اللي أسويها هي تأملات عن الصليب، فحاطي نقاط هواية قد تشتتون، ولكن النقطة هي واحدة. في يسوع تتجلى إنسانية الله، احنا مو قلنا دخلت الخطيئة للعالم من خلال الثمرة اللي أكلها آدم وحواء، فتشوهت صورة الله وتشوهت صورة الإنسان. الله في داخله في كينونته عند هاي الإنسانية أكو فد متصوف اسمه الحلاج، يقول الله رد يشوف وجه، الله شلون يشوف وجهه؟ ما عنده ميرة، ما عنده مايه، مو قال خلي أسوي الإنسان. فمن خلق الإنسان الأول خلقه بأحسن تكوين، ولكن الخطيئة شوهت صورة الله، وجه الله، النعمة أو البركة اللي الله طالعها بهذا الوجود. فحنشوف يسوع المسيح هو اللي يعيد صورة الله، اللي يرجع لنا صورة الله، الصورة اللي الله خلقنا بها. فحنشوف أيضا بإنسانية يسوع المسيح أو الصليب حتتجلى إنسانية يسوع، إنسانية الله، وهاي الصورة تتعدل. فالخطيئة لم تشوه صورة الإنسان أو صورة الله بالإنسان،
وإنما شوهت المفهوم والصورة اللي الإنسان ماخذها عن الله. يا ترى اليوم إيش قد إنه إحنا مخلين الله شماعة من واحدة سعيدة بزواجها ولا خما سعيدة تقول لها الله ليش مو من يموت لنا واحد ونقول له ليش هذا مات في عشة بابا وهذا مات عمره 100 سنة أو هذا مات عمره 80 سنة. هاي الحروب اليوم شق وشق بالعالم الذبة على رأس الله. حتى احنا معاناتنا ككهنة معاناتنا ككنيسة نقول انه قد البعض يعزها الى الله، ولكن هذا المفهوم اللي احنا ماخذيه عن الله، الله هو كل محبة كل خير كل مسامحة كل حسنات، الله ما يحمل شر، ولكن احنا اليوم ماخذين في المفهوم ومخلين الله في قفص الاتهام، او كل بعض مخلين الله مثل بعبع، الله اللي يخوف، الله اللي ينتقم، مو يقول له من واحد عنده حقي من واحد يقول له الله ينتقم منه، الله حياخذ حقي منه، وكأنه احنا غالبا وما نستخدم الله كشاكوش فوق رؤوس الاخرين او نخوف الله، يقول له يلا وين يروح؟ الله موجود، شوف الله ايش حيسوي فيه. ولكن على الصليب حنشوف يسوع المسيح ينفي ويبتل هذه المفاهيم، الله هو اب، الله هو محبة، ومن يحب لا يسيء. حشوف يسوع على الصليب هو المتألم، هو المسحوق، هو المنذول، هو المهان، هو المعانى عن ثيابه. يسوع المسيح ما كان يقدر انه كلمة منا هذول كان دي يسلبوه كلهم يبينهم. حشوف يسوع المسيح ضعيف، مو بمعنى انه الله يريد يكون ضعيف، الله أب، الله ما عنده هذا المفهوم اللي نقوله بالعامية خلف وذب الشارع. الله هو مسؤول عن كل واحد بينا، الله يهم فرحنا، فلذلك حنجي على العهد، الله أمين للعهد. الله حتى إذا الإنسان خطأ وابتعد عن الله، الله بالعامية نقولها لزقة جونسون، تعرفوا شنو لزقة جونسون؟ واحد من كل لازق بواحد، الله ما يفك ياخذ من عندنا إلا يريد يخلصنا، فالصليب هو فد نموذج لخلاصنا. ولكن علينا أن نبدل مفهومنا عن الله، الله ما يعطينا شيء شر، الله ممكن يدخلنا في صعوبات أو يسمح للتجارب تدخل في حياتنا، للصعاب تدخل في حياتنا، حتى أولاً ناخذ فد مسامعين نقول أنه الصعاب قوتنا، هاي الصعاب حتى تعطينا فد قوة، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت حشوف انه هاي الصعاب تعمقنا مع الله. الله دائما يطلع الشر اللي يصير من الشر اللي يصير لنا فد خير ونعمه وبركه. قلت انه على الصليب تتجلى انسانيه يسوع المسيح. ما شفنا يسوع المسيح من اللي يضربوه بالسياط وبيدقون البسامير بايده ليضحك بدا يقول لهم بسيط انا عليكم ثلاث ايام واقوم، لا شفناه مسحوق، شفناه متالم يقول له إلهي إلهي لماذا تركتني، مو ده يصلي مزمور 22، هو مسحوق بالألم، ولكن هي صلاة العبد البار، صلاة الإنسان المتألم، هنا تتجسد إنسانية يسوع المسيح. فأحياناً إحنا نشوف صعوبات في حياتنا هل نقول الله ليش أتتنا، مو يمكن كل واحد بينا شاف صعوبات، وإحنا الكهنة الثلاثة أيضاً كل واحد بينا شاف نوع من الصعوبة ومن الألم، ولكن هذه مو من الله. هاي الصعوبات، هاي الأزمات، هذا الشر اللي نشوفه، هذا المرض، حتى تذكرون بالإنجيل أكو هذا الأعمى يقولون من الخطأ هو لو أهله. دائما الشيء مو زين نذبع على الله، ولكن الله ما يعطينا إلا الخير. بس حتى يسوع المسيح بإنسانيته حنشوف إنه هو يقول لله ليش؟ شنو ذنبي أنا أسألكم؟ شنو الذنب اللي سواه يسوع المسيح؟ هل يسوع المسيح خالف القوانين؟ هل يسوع المسيح سارق؟ هل حشال يسوع زمن؟ هل يسوع المسيح سوى فد أشياء مزينة؟ شنو سوى يسوع المسيح؟ هو فقط أحال، هو فقط مشى بشكل صح. فلذلك حنشوف أنه دائما الماشي بطريق الله، الماشي بنور الله، الماشي قدر الإمكان على علاته
على نواقصها. احنا مو يسوع المسيح كاملين، احنا ايضا لنا نواقص وعلات. هذا الانسان اللي حياكل شواكيش هوايه، اللي حياكل كفقات هوايه. ليش؟ لانه اليوم العالم ماشي في اتجاه والحياه ماشيه، ولكن احنا اليوم نحمل الصليب مو بمعنى انه احنا نحب الالم ونقول لك يلا، ولكن هذا الصليب تشوفوه هو مو ثقل على ظهرنا، وانما هو عكاز حتى نمشي به بالطريق الى الله. جمعه الالام هي ما جمعه الم وما جمعه حزن وما جمعه نحيب. كنا ومعظمنا لابسين اسود ونتألم بها، وإنما هي الفالنتاين مالتنا. العالم مو يحتفل بعيد الحب 14/2، إحنا كمسيحيين علينا إنه نحتفل بعيد حب الله إلنا. شايفين المتزوجين أو الأصح المتزوجون، شايفين في بداية زواجهم قبل ما يتحول العسل إلى بصل، واحد يقول لك أموت عليك. مو إحنا عصري، وكل جمعة آلام تذكار تخار نتذكر الله يقول لي كل واحد فينا أموت عليك، أنت عزيز على قلبي، أنت ابني اللي أنا خلقتك، ما عوفك. هذا هو العهد، هذا هو تدبير الخلاص اللي قلنا الله لزق جونسون ما يفك ياخر من الإنسان، إنه الله نجنب بس يريد يخلص الإنسان. فلذلك جمعة الآلام هي ما جمعة حزن، وإنما علينا إحنا كمسيحيين إنه نفرح خلاصنا بهذا الصليب. فتبدل هذا الصليب من اللعنة، من العار، من الشيء المنبوذ إلى فد نعمة وبركة. أنه قد يسألنا واحد يقول له كانوا معلقين المسيح على حائط، كانت لبسون حائط؟ لا، وإنما أحنا بهذا الصليب لنا الخلاص، لنا الفداء في الصليب. طولت مو بعد أدي وقت في الصليب تتجلى هوية المسيح. فنشوف قائد المئة شي يقول، يسوع قضى عمره كله بين الناس، مو هذول الناس واحد يوصف على زبون، واحد يقول إيليا، واحد يقول هذا بشيطان، واحد يقول مجنون، واحد يقول ساحر، ولكن عصري قائد المئة أشقال حقا كان هذا ابن الله. إذا عصري تنكشف أن هوية يسوع الحقيقية. ختاما هنشوف انه يسوع المسيح، تشوفون يسوع شلون واقف، شلون متألم بقمة ألمه، بقمة وجعه، بقمة انسحاقه، ايده مفتوحه يحتضن عالمنا البشري الممزق. فاليوم احنا خلونا انه لا نحولها جمعة حزن او جمعة ألم فقط نستذكر آلام المسيح، ولكن خلونا نفكر بشيء واحد، انه الكلمة الأخيرة في حياة يسوع المسيح ما كانت فقط للصليب والموت، بل إيش كانت؟ كانت الحياة، ويرسلنا إلى بشارة. فخلونا اليوم أخوتي وأخواتي إنه كل واحد بينا يفكر بمفهوم الصليب. هذا الصليب هو مو تاتو، هو مو فد تراجي، هو مو شيء بقدر ثقلة أو وزنة. أكو ناس مخليه صلبان يمكن أثقل من صلبان المطارنة، ولو المطارنة هالوقت ليتفننون بالمحابس وبالمطارنة. ولكن الصليب هو رسالة، الصليب هو أنه أنا كيف أتبع يسوع المسيح. تذكرون هذا اللي جاء إلى يسوع المسيح يقول له أترك كل شيء واحمل صليبك واتبعني. إحنا بالحياة شايفين البالون من يصعد لفوق، شلون يصعد لفوق؟ أكو كياس مال حمل يذبها. مو احنا اليوم اذا ما نخفف من احمالنا ما ممكن نحمل هذا الصليب، ولكن هذا الصليب ما نحمله حتى انه احنا ننحني، وانما انه احنا بدنا نتبع شخص اسمه يسوع المسيح. فخلونا بجمعه الالام اخوتي واخواتي نعيش رساله يسوع المسيح، نعيش رساله الصليب، نتذكر انه في هذا اليوم الله قال لكل واحد فينا انت عزيز علي، انت غالي علي. فخلونا نحتفل بهذا المفهوم ويكون عندنا هذا المفهوم، ونتذكر أن الكلمة الأخيرة في حياة يسوع المسيح لم تكن للصليب وللموت، إنما للقيامة والحياة. آمين. صليب يسوع المسيح يحفظكم جميعاً. آمين.